في سلسلة عمليات استباقية ضد أوكار ومخابئ تنظيم القاعدة الإرهابي والجماعات الإرهابية المتحالفة معه في مناطق عانا وحمام العليل وبعقوة وبساتين المخيسة وبيجي في محافظة الأنبار ونينوى وديالة، تمكنت قوات عراقية مشتركة من القبض على 27 إرهابيا، بينهم 10 من متزعمي التنظيم الإرهابي، منهم الإرهابي سبتي رياض فجر الراوي ممول تنظيم القاعدة، والإرهابي محمد شاهر الحمداني أحد أخطر المطلوبين للقضاء العراقي. من جهة أخرى، دعت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الحكومة العراقية إلى ممارسة مسؤوليتها تجاه التحشد العسكري السعودي على الحدود العراقية، وعدته تهديدا لأمن العراق ومحاولة مكشوفة لدعم ما تبقى من فلول تنظيم القاعدة وما يسمى بجبهة النصرة والدولة الإسلامية في العراق والشام، التي تلقت ضربات موجعة على أيدي الجيش العراقي في مختلف أنحاء العراق. أن السعودية لم تكن في يوم ما إيجابية مع قضايا الأمة العربية بمقدار إيجابيتها تجاه القضايا الصهيونية والكيان الصهيوني. والسعودية اليوم فعلا منذ اللحظة الأولى للتغيير كانت سلبية 100%، وكانت داعمة للإرهاب 100% فتوائيا وماليا، وكانت داعمة لتعطيل مشروع العملية السياسية في العراق والتغيير الديمقراطي 100%. فتعودنا على السعودية النوايا السيئة وليست النوايا الحسنة، والمؤسف والمؤلم أن الحكومة إلى هذه اللحظة تتأمل أن تتغير تلك النوايا. وأنا أقول للحكومة أن السعودية لا ينفع معها إلا التعامل بالمثل على الإطلاق، وإيقاف كل التعاملات التجارية والاقتصادية والسياسية، وصلع وخلق ردود فعل تنسجم مع أفعالها داخل العراق. واليوم هذا الحشد وهذا التواجد العسكري على الحكومة على الإطلاق أن لا تأخذه على محمل حسن، ولا واحد بالمليار أن تأخذه على محمل حسن، لأن السعودية لا تحمل على محمل حسن على الإطلاق. وفي العاصمة العراقية، أحبطت قيادة عمليات بغداد محاولة إرهابية لنسف أحد أبراج نقل الطاقة جنوبي بغداد، وتمكنت من قتل إرهابي وإصابة آخر يرتديان زيا أفغانيا أثناء محاولتهما تفخيخ البرج. نادية العبيدي، تلفزيون العربي السوري، بغداد.